شوف لي هالشغل، هذا شو هاد؟ خروف مكتف. مين هاد؟ خروف مكتف. What is this؟ بقلاوة. بقلاوة مكتف. من نص الشارع، احنا هون بنص الشارع شايفين؟ من قلب نص الشارع. اتون اخواتي اخواتي اخواتي. ما مرز بيدي بحال بيدي اليوم عملتوا خروف مكتف. سموها كيفكم؟ بدكم مكتف؟ بدكم عثماني؟ خروف روماني؟ اللي بدك اياه. كتفناه؟ قاعدين بالشارع عم نشوي. هلا بلشنا، بعد شوي رح نخلص. روح. هلا بعد ما فرق شي ساعتين ساعتين وربع على النار، صابور خبر. اللي هدول عشان نحطهم شوي، عشان نحطهم فوق الرز. ليشني؟ هلا بخليه ينشف شوي ومنقلبه بعضه. روح. تعالوا اخواتي تعالوا. قولي شو صاير هون؟ ايش هو؟ ايش هو هالمال هون؟ ايش هو هالمال؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اول شيء نشيل التشنيك عشان هون مشان نزين فيه الرزات. الله يا سلام. دائما اكل خياطات طبعا. لا حريص ما شاء الله علي. تفضل يا ابو علاء شيل الكبسه على الطاوله. نعم. شارك عم شارك. طول بدي اقطع عليه. قرب ابو اللون، قرب قرب قرب. تعال شوف تعال شوف الصيد. شوف 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 يا حبيبتي الرزية هاي المصرية هاي. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 كل حبة كل حبة مختلفة. روح نسكر. زين زين ما شو ده؟ أبشر. يا حاضر صح يا مان. ما شفت الراس، شفت الراس. لا حجيلو. هاي الراس ما تقطع. إياه.